ألهذه البلدة مسيرون حاش معاذ الله أما من يقر ذلك عليه الإجابة عن هذه المناظر أهي لسوق في حلب قصفه بشار أم هي مطرح نفايات لمدينة مليونية بل هي زايو التي لا يمل مسيروها من الترشح لكل استحقاق إنتخابي مقدمين وعودا سوف نصلح ونقوم ونشيد لكن الحقيقه ما نراه امام اعيننا. ازبال تطوق مبنى مجلس جماعي لزاي، لتمتد لشارع اثينا ومنه لشارع احد. اما الباعه فلم يكن منهم من الا ان استغلوا تلهف المسيرين على الكراسي ليمارسوا شذوذا وخروجا عن القانون والاخلاق فاغلقوا باب بيت الله واعتدوا على الساكن حتى الكلاب احتارت في منظر مدينة يسيرها ما يصطلح عليهم بالمنتخبين أليس ما تخلفه الكلاب وهي تمر على كياس القمامة المنزلية أقل وطئا مما نرى ألا ينظف الكلب مكان تبرزه في وقت لا يرف جفن للمسؤولين عن هذه الكارثة في ترك ما خلفوه بشكل مقزز ومقرف إن استمر الحال هكذا سيأتي يوم على زي التي هجرها أبناؤها المنظر بشارع اثينا يخال له ان مكان الذبيحه تحول من السوق الاسبوعي الى هذا الشارع الدماء تغطي المكان وريش الدجاج متطاير هنا وهناك إننا ننجز الريبورتاج هذا بدافع إفراغ ما بداخل صدورنا وكلنا يقين أن الحال لن يتغير بل نتحدى المسؤولين والخضارة والكل على أن يجد حلا يقل مدينة شر شذوذ البعض قدمنا, قدمنا النداءات والأخرى وصورنا المناظر والأخرى فاحتجت الساكنة وحضر الباشا ووعد المنتخب والنتيجة أمام أعيننا أزبال دماء قذورات قناني بلاستيك وأشياء أخرى يستحي اللسان على ذكرها لكن الله يا إلى أن يزول عنك من يسعى نحو خرابك